شدد السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوتشيري مندوب مملكة البحرين الدائم لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة في جنيف على أن من حق مملكة البحرين السيادي والوطني فرض تأشيرات لدخول أراضيها على المواطنين القطريين والمقيمين أو غيرهم من الجنسيات، موضحا أن قرار فرض التأشيرات يستند إلى أحكام الدستور والقوانين الوطنية ويتماشى مع مبادئ وقواعد القانون الدولي. وقال إن البحرين لم تخالف بقرارها التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية في هذا الإطار، مضيفا أن القرار يأتي في إطار تعزيز أمنها الوطني وحمايته وتحصينه ودرء لأي سوء أو ضرر يراد أن يمس به. وأكد بوتشيري في رده على المغالطات التي صرح بها مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن التصريحات تعد انتهاكا لسيادة البحرين وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، مشددا على أن المملكة لديها كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات وإجراءات تحفظ لها أمنها واستقرارها، خاصة حيال دولة دأبت على التآمر عليها وسعت لزعزعة وتقويض أمنها واستقرارها.